السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الأعزاء، دائما أجدد الترحاب بكم وأتمنى أن ألقاكم في صحة جيدة، خصوصا بعد عطلة الفترة البينية. نتابع دائما مقرر السنة الثالثة ثانوي إعدادي، هذه المرة في مكون التربية على المواطنة، من خلال الجزء الأول من درس تخليق الحياة العامة، المفهوم والآليات، اقتراح خطة لمحاربة الرشوة. كالعادة دائما نحدد أهداف الدرس أو ما نسميها بأهداف التعلم أو التعلمات بناء على الأنشطة التي سنعمل على تعلمها بطبيعة الحال من خلال الوثائق والدعامات الديداكتيكية. الهدف الأول أن تكتشفون معي مفهوم الرشوة بطبيعة الحال، ثم الهدف الثاني أن يتخذ المتعلمون مواقف واضحة من الرشوة، بمعنى بعد الهدف الأول يجب أن يتخذ الجميع مواقف موحدة وواضحة تجاه الرشوة. وأخيرا والهدف الأخير في هذا الجزء أن يتعرف المتعلمون على بعض آليات محاربة الرشوة، بمعنى آخر كيف نحارب ظاهرة الرشوة التي أصبحت آفة تهدد مجتمعنا. نبدأ على بركة الله. كما تلاحظون من خلال الوثيقة الأولى نص يوضح مفهوم الرشوة، بمعنى آخر تعريف الرشوة. إذن أبنائي الأعزاء، لا يخفى عنكم بأن الرشوة هي آف كما سبق الذكر، آفة وظاهرة تنخر مجتمعنا وبالتالي تهدد مستقبل الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنها تهضم الحقوق، وبالتالي لابد علينا أن ننشر مجموعة من القيم داخل مجتمعنا من أجل محاربتها بما استطعنا من وسائل متاحة. نقرأ النص لنبين مفهوم الرشوة. يقتضي تخليق الحياة العامة، لاحظوا أبنائي لابد من تسطير تحت كلمة تخليق الحياة العامة. ما معنى ذلك؟ أي نشر أخلاق حميدة وأخلاق تمكننا من محاربة هذه الآفة وهذه الظاهرة، القضاء على الرشوة الصغيرة المقدمة إلى الموظفين، وعلى الرشوة الضخمة التي تقدم في حالة الصفقات الكبرى ومنح الرخص واختلاس المال العام وتزوير إرادة الناخبين. بمعنى آخر أبنائي، تعريف الرشوة فهي تنقسم إلى قسمين من خلال هذا التعريف. هناك رشوة صغيرة ورشوة ضخمة كما بين لنا النص ذلك، أو رشوة كبيرة. هذه الرشوة الصغيرة تقدم للموظفين، وبالتالي يجب أن نشير بأن هذه الظاهرة تقدم للموظفين ليس لجميع الموظفين بطبيعة الحال. هناك شرفاء ونزهاء يشتغلون في مختلف الإدارات المغربية وبالتالي لا يتعاطون لهذه الظاهرة، ولكن هناك من يتعاطى للرشوة وبالتالي يجب أن نحاربها قدر الإمكان. عندما نقول تقدم للموظفين من أجل تحقيق مصلحة خاصة، ولكن في المقابل فإنها تهضم حقوق أشخاص آخرين، وبالتالي هذه آفة كما سبق الذكر يجب أن نتصدى إليها بحزم وبكل الوسائل المتاحة. ننتقل إلى النوع الثاني من الرشوة، الرشوة الكبيرة، والتي كما حددها النص ما يعرف بمثلا الصفقات الكبرى بطبيعة الحال. كما نعطي مثال على ذلك، مثلا على مستوى الجماعات المحلية أو الترابية كالمجالس الحضارية في بعض المدن، تكون هناك صفقات مثلا لإنشاء بعض الطرق مثلا إلى غير ذلك، وبالتالي هناك شركات
تتقدم من أجل الحصول على الصفقة، ولكن في المقابل هناك من يريد، أو من بين هذه الشركات من تريد تقديم رشوة لبعض المسؤولين لكي تفوز بهذه الصفقة، وبالتالي يجب أن نتصدى لهذه الظاهرة كما سبق الذكر. وكذلك مثلا كذلك أثناء الانتخابات، والمغرب كما تعلمون قطع نهائيا مع هذه الممارسة، وهناك دستوريا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي كل من ضبط في حالة تلبس ويستعمل المال الحرام من أجل كسب أو الفوز بأصوات الناخبين فإن القانون يتصدى له بكل قوة. نمر إلى نقطة أخرى من خلال الوثيقة الثانية، خطاطة توضيحية لبعض المواقف من الرشوة. بمعنى آخر لابد أن نتخذ موقفا من هذه الظاهرة. تتجلى هذه المواقف كما تلاحظون من خلال الخطاطة، هناك ثلاث خانات: موقف الدين، إذن هنا أولا أو ألف الموقف الديني من الرشوة، سنقرأ: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة الآية 188. لاحظوا الله سبحانه وتعالى ينبهنا بعدم أكل أموال البعض بالباطل، إذن لاحظوا آية صريحة وهي تضرب في الصميم ظاهرة أو انتشار ظاهرة الرشوة. ثم هناك الحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، أي الذي يقدم الرشوة والتي يأخذ هذه الرشوة. إذن هناك آيات قرآنية صريحة بمعنى واضحة، زائد أحاديث نبوية، ومن بين هذه الأحاديث النبوية مثلا كذلك هناك من غشنا فليس منا. ننتقل إلى باء، الموقف القانوني من الرشوة. نقرأ: يعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب. كما حددنا في السابق هناك محاولة بعض المترشحين الانتخابات الفوز أو نيل بعض أصوات الناخبين عن طريق استعمال المال الحرام، أي شراء ذمة بعض الناخبين بالمال أو عدة ناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقدية أو عينية، أي ليس بنقود وإنما بوسائل أخرى ملتوية من أجل الحصول على أصوات الناخبين، أو وعد بوظائف عامة. هناك بعض المترشحين يقدم وعودا لبعض الناخبين بأنهم في حالة التصويت عليه أثناء الانتخابات سيقوم بتوظيفهم إلى غير ذلك، أو خاصة أو منافع أخرى. بمعنى القانون يعاقب كل من مارس الرشوة. عندما نقول مارس الرشوة أي قدمها أو نال هذه الرشوة. إذن هذا الموقف القانوني. ننتقل إلى الموقف الثالث، وهو كما تلاحظ من خلال الخطاطة موقف المجتمع المدني. ماذا نقصد بالمجتمع المدني؟ نحن الأفراد، المواطنون والمواطنات، جمعيات المجتمع المدني على اختلاف اختصاصاتها أو تخصصاتها، ثم هناك الأحزاب، دور الأحزاب السياسية والنقابات إلى غير ذلك. لابد من التصدي لهذه الظاهرة. سوف نرى ماذا قال عن دور المجتمع المدني كما حددنا ذلك سالفا أو سلفا. إن الرشوة بتعدد أشكالها على اختلاف
أصناف هذه الرشوة كما حددنا في موقف القانون، تمثل داء بتابة مرض وباء ينخر المجتمع المغربي، يعارض بشكل مباشر الطموح المشروع للديمقراطية. بالتالي فالرشوة هي ضد الديمقراطية اليومية. ديمقراطية تعيش في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامته. بمعنى آخر، المجتمع المدني أو دور المجتمع المدني يجب أن يتصدى لظاهرة الرشوة، لظاهرة الرشوة. بمعنى الكل يساهم، الأحزاب السياسية تلعب دورها، الجمعيات أو جمعية المجتمع المدني تلعب دورها، النقابات تلعب دورها، الأفراد والمواطنون كما سوف نرى في الآليات التي يمكن بواسطتها محاربة أو التصدي لظاهرة الرشوة. الآن أبنائي الأعزاء، عندما نقول آليات محاربة الرشوة فهناك طرق يجب أن نعمل بها، مثلا حملات تحسيسية، أي بمعنى آخر توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة أو انتشار هذه الظاهرة لما لها من سلبيات أو انعكاسات سلبية على مستوى هضم حقوق بعض الناس، غياب تكافؤ الفرص داخل المجتمع، كذلك تطبيق القانون وتفعيله. بمعنى آخر محاسبة كل من خولت له نفسه للتعاطي لظاهرة الرشوة، والضرب بيد من حديد، وفضح كل من تعاطى لظاهرة الرشوة حتى يكون عبرة للآخرين. سنقف عند الحد والوصف في الحصة المقبلة إن شاء الله، وشكراً.